رأيك في المباراة يا كابتن رمضان؟ أكيد تابعتها، وأسباب الهزيمة الغير متوقعة لنادي الزمالك بالتحديد بعد الفوز الأخير على الترجي، الناس كانت متوقعة إن خلاص استفاقة للفرقة يعني، طبعا فرأيك إيه؟ طبعا اعتقد ان لعيب نادي الزمالك النهارده قدموا مباراه سيئه الحقيقه. يعني اعتقد ان احنا كلنا قلنا ان مباراه الترجي ممكن تبقى دافع للاعيبه النادي ونجومهم الحقيقه ان هم يستمروا في الفتره اللي جايه باداء ونتائج ايجابيه. مباراه النهارده عجيبه، ان انت يعني لغايه مثلا الدقيقه 30 من الشوط الاولاني امبي هو اللي فرض سيطرته، امبي هو اللي مستحوذ، وامبي هو اللي بيروح للجول. يمكن نادي الزمالك جاله مثلا اول ضربه ركنيه مثلا بعد 56 دقيقه في حاجه الشوط كده الثاني. الشوط الثاني. لا اداء غريب جدا يعني. يعني يمكن كمان الحقيقه تامر مصطفى طبعا عمل ماتش عمل جيم كويس قوي. هايل الحقيقه. يعني هقول لك حاجه يا امير، يمكن لما نيجي نتكلم على نتيجه النادي الاهلي الحقيقه واداء النادي الاهلي، يمكن في حاجات كتيره جدا انا مدونها في معايا هتلاقيها النهارده تامر مصطفى عملها. اللي هي ايه؟ تامر مصطفى النهارده لعب 3 4 3 وكان بيأمن بقى بالباكين، يعني الثلاثه وكمان الباكين بينزلوا، فبالتالي مفيش اي مساحه لنادي الزمالك. حتى المساحه بتاعت زيزو مقفوله، المساحه بتاعت مصطفى شلبي مقفوله، المساحه بتاعت الجزيري ده في 3 لعيبه موجودين قافلين المساحه دي خالص. الاثنين اللي قدامهم الاثنين الديفندرات الحقيقه عاملين جيم هايل كمان. مفيش اندفاع ومفيش مجازفه ومفيش زياده عدديه الحقيقه على نادي الزمالك، لكن هم كانوا بيوصلوا يمكن طوال المباراه باثنين ثلاثه لعيبه يعني كاب ما شاء الله. لا حاجة عالمية. لا 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 هاي حاجة عالمية بجد. يعني اقول لك حاجه، تعرف يعني عنده خسارة عنده كام سنة؟ 30 سنة. هي دي المشكله بس، لكن اعتقد ان هو لا، وهو حتى يمكن السن الفتره دي امير الحقيقه ده عادي 30 بقى سنة ده عادي، يا بقى جماعة. عادي جدا يعني. يعني عبد الله السعيد من أحسن لعيبة في مصر دلوقتي، 37 سنه 37 38. طبعا لو بنجيب لعيبه عندها 23 24 وما بيعرفوش يباصوا يعني اه صحيح عشان لكن فهو ده يديك كوره شويه. طبعا هو الحقيقه وعلي فوزي اللي هم كان تامر سمح لهم ان هم يزيدوا في نهر ورا اوف وده توظيف الحقيقه. جديد لعلي فوزي لانه هو باك طبعا رايت باك رايت طبعا لكن انه هو يكون النهارده مكمل وكده. محرره، لان هو كورته كويسه وبيعرف يختار كويس وسريع. يعني في عنصر السرعه، عنصر السرعه ده طبعا ده طالما مهم قوي. تواجد خلاص يبقى في حاجه صح كويسه هتتعمل. فبالتالي هو الحقيقه قفل لهم كل المساحات اللي هم بيخترقوا منها، وهم اساسا طوال المباراه بيلعبوا فردي. مصطفى شلبي بيلعب فردي، زيزو بيلعب فردي، سيف جعفر اللي احنا اشادنا بيه طبعا الحقيقه في الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس قوي، بس برضه النهارده على غير العاده بيلعب فردي بس تحس عاوز ان هو اللي يخترق. عنده الروح يا كابتن رمضان يمكن النهارده بصراحه يعني. يمكن هو الوحيد اللي عنده روح، بس برضه انا بقول له لا، يعني الامكانيات اللي عندك اللي انت اظهرتها في الفتره اللي فاتت الحقيقه لو دخلتها في جمعيه انتاجك هيزيد كبير بشكل كبير جدا. لكن سيف جعفر طبعا يعني اولا ولد متنحرر موهوب. وعنده قلب وموهوب، طبعا. وبعدين عنده ميزه اللي هي بتساعد اي لعيب كوره ان هو ينطلق، حته السرعه، عنصر السرعه عنده. لما بيخترق بالكوره بيخترق في وسط اتنين تلاته بياخد، صح. والحقيقه لا يعني عامل جيم كويس. لكن بقيه الفرقه بعد كده يعني حتى حسام عبد عبد المجيد المجيد ومحمد عبد الغني الحقيقه لا، يعني ده لو الونش ما دخلش هيبقى في يعني هو ابتدى يدخل مشكله. النهارده وعرضته دخل اكيد شوط مهمه بس هو لنادي طبعا مش الزمالك فت طبعا. يعني اكيد حتى اكيد طبعا طبيعي. مش فت الطبيعي لان غياب كتير قوي. فبالتالي هو يمكن بس هو افيد من حسام ومن محمد عبد الغني، لازم يقول ليه تواجد لانه عنده عنصر السرعه. بقول لك يا كابتن رمضان هو مجرد ما يتواجد البنش هيعلي اي حد جنبه. بالظبط بالظبط. يعني هو اي واحد من الاثنين الحقيقه هيلعب جنب الونش اعتقد ان هو هيشيله كمان وهيكلمه. النهارده انا بالظبط شايفه هو يعني يراجع مثلا بعد هو فتره كبيره جدا قائد قائد في الملعب وبيتكلم وحاجه كويس. لكن الحقيقه الحته دي مضروبين منها بشكل كبير جدا. ومع يعني ذلك ما بيغيرش فريش، لا ومع ذلك ما لعبش شبانه اللي هو جاي. انا حاجه يعني غريبه جدا انا بصراحه. امير قلت لك من فتره كبيره جدا ان الراجل ده بيزهق مجلس صح اداره حصل نادي الزمالك. حصل صح حصل. اعتقد الصوره اللي انت جبتها ايوه ارجعوا لنا تاني يا جماعه. يعني ده واحد هو في حد يعني مدير فني نادي الزمالك يبقى متاخر بهدف وفي اخر الشوط الاولاني في الدقيقه 47 او بتاع في ابتسامه عجيبه، يعني حتى وهو بيتناقش في ابتسامه عجيبه، تحس ان يعني فيها نوع من انواع اللامبالاه يعني. اللامبالاه واضحه مش فارق جدا. معاك هاي وهي الصوره ايه. طبعا
يعني صوره غريبه بصراحه. وحتى برضك خلي بالك هي مش الصوره دي بس، الفتره الاخيره بقى في ادارته لتيم نادي الزمالك لا بتقول كده، بتقول ان هم العمليه مش في دماغه، هو بيزهقهم عشان الشرط الجزائي، وده اللي هم ماشيين عليه. لكن انا بشيد لحقيقه بتعمل مصطفى زي ما قلت لك، عمل جيم تكتيكي على عالي مستوى يعني. عالي جدا جدا جدا. وقدر ان هو طبعا الهدف الاولاني ملعوب بشكل يعني رائع ولا اروع الحقيقه، التمريره بتاعت محمد حمدي وكبه طبعا، هو السرعه اللي هي حتى مش السرعه اللي هي في ال 20 متر والحاجات دي، حتى السرعه الصغيره كمان صح عنده صح. عاليه جدا، خد الستارت بتاعه عالي جدا، خد برضك الخمس ست خطوات وراح انفراد طبعا حطها. الجون الثاني برضك التعاون او الربط ما بينه وما بين علي فوزي الحقيقه، وعلي فوزي يعني يمكن انا اول مره اشوفه بيسدد برجليه الشمال، هو بيعمل كورسات مش كويس قوي برجليه اليمين، بيسدد برجليه اليمين، لكن هو كمان يفكر بقى ان هو ياخد الكوره ويراوغ طبعا يفتح الزاويه متر كده ولا حاجه، وبعدين يحط برجليه الشمال ولا اروع كمان. صح صح. هدفين طبعا اكيد. طيب